وهنا نلاحظ، السلام عليكم، هنا نلاحظ انه فيه اشغال نتاع تهيئه هذه الفضاء العمومي اللي كان بكري كانوا فيه ستاسيون تاع لي تاكسي، ان يتم تهيئته. وهذا فضاء شباب، هذا سان بالكون، شغل ان بالكون سوف يتم تهيئته، شيء مليح. وزيد نروح من الجهه اليمنى نشوف التهيئه تاع الارصفه، كاين فيه تهيئه تاع الارصفه يعني في العلوية وكذلك أرصفة السفلية باتجاه إذن المحطة نتاع المسافرين. هنا الدروج هادو لازم زال ما داروا لهمش لا ريستوراسيون، لكن نشوف الرصيف. هنا الرصيف تاع لاغار سنترال، محطة المركزية للسكك الحديدية، فيه تهيئة تاع الرصيف. فيه تهيئة الرصيف هذا، تم تهيئته مؤخرا، هذه حوالي شهرين. إذن تم وضع هذا الرصيف، جميل جدا، خدمة مليحة على كل حال، حتى ولو يعني لا فينيسيون شوية شوية تبقى قضية لا فينيسيون، لا فيها خدمة لا فينيسيون، ممكن فيها خدمة تاع تحسين تاع لا فينيسيون. وهنا نشوف الشارع تاع لا غار سنترال، ما كاش الاتقان في العمل، ما كاش، دائما نولوا لهذه لا فينيسيون، توجور ناقصه، توجور ناقصه. توجور ناقصه. وهنا رانا أمام المحطة المركزية، المحطة المركزية. يعني هذه الشوارع كثيرة، لي رومب هذو كاينين، يعني لابد يعني من كل متر فالور، كل متر فالور، كل متر فالور. كي نشوفوا حنايا يعني لو باتريمون، لا سوفغارد دو باتريمون، الحفاظ على التراث في دول مثل الدول الاوروبيه، حتى في العالم باسره الناس تحافظ على التراث. تشوف مدينه كيما فيان او مدن في استراليا او في اي دوله في العالم، تشوف الناس تعتني بالتراث تاعها، كاع لي تواتير مخدومين، لي تيراس مخدومين، لي تريطوار مفينيين،
يعني الشيء رهيب، عمل كبير نتاع الحفاظ على التراث. ما لازمش حتى نتخلى على هذا التراث الضخم اللي عندنا حنايا. شوف انا اماكن رائعه، اماكن رائعه، هنا المكان رائع حول المحطه، حول المحطه المركزيه تاع الجزائر العاصمه، مكان رائع. لازم الفولو متر اون فالور، الفولو متر اون فالور، الفولو متر اون فالور. وهنا عندنا المحطة البحرية، هنا نشوف بالزجاج الأخضر، بالزجاج الأخضر، كلها هذه المحطة البحرية نتاع ميناء الجزائر العاصمة، محطة المسافرين. ولازم نرفع الغبار، الغبار لازم، الكارشير لازم، نخدم الكارشير، نجيبوا الكارشير. الولاية نتاع الجزائر العاصمة لازم يكون عندها الكارشير، يفو نطويه وكارشير. شوف يعني عمل كبير هذا الرصيف تم تهيئته، شيء جميل، شيء جميل. نزيد نروح نشوف الرصيف على مستوى شارع زيغوت يوسف، هذا الرصيف الذي تم توسعته مؤخرا. نروح نشوف الأشغال هذه كيفاش انتهت. شوفوا
إذن هذا هو الرصيف اللي انتهت الأشغال فيه واللي تم التوسعة ديالو هذه مؤخرا. وهذه حاجة مليحة تهيئة، هذه مليحة. جميل Yeah. It's better.